السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه دلوقتي؟ ده فيديو عن امتحان بنك مصر. الناس كلها بتمتحن دلوقتي اسيوط، اغلب الناس بيبعتولها دلوقتي اسيوط. فياريت شير الفيديو لاصحابكم، دوسوا لايك، لان اللايك بيرفع الفيديو للناس اكتر، مش بيضيف لي قوي، بس هو بيرفع الفيديو للناس اكتر. كمان انا مش بدخل قنوات التليجرام من القنوات التانية، هما داخلين عندي باكونتات تانية عشان يعرفوا انا بنزل ايه. فلما تعملوا لايك انتوا بتدوني، يعني كأنكم بتقولوا لي اه بنشجعك استمري، كمان بتدوني اهتمام منكم ليا، تمام، وتقدير لاي حاجه. انا مش عايزه تقدير اللي هو بقول لكم ان انا بتعب ولا حاجه، لا مش انا بتدرب معاكم، بالعكس وبستفاد، بس يعني اللي هو ايه، احس ان انا عملت حاجه مفيده، تمام. بالنسبه لامتحان بنك مصر، الامتحان هيكون انجليش واي كيو، وهيكون تكنيكال وبيرسونال عادي زي الاهل بالظبط، بس الاختلاف ان انت هتدخل انجليش واي كيو، بعدها يبعتوا لك بانترفيو بعدها بفتره، ماشي، لكن الاهلي في نفس اليوم كل ده. وفي الاهلي مش منتظم في الحته دي مع الكل، في ناس بيقولوا ان هو بعت لنا انترفيو، خدنا انترفيو واحده وانترفيو تانية كانت الانترفيو التانية اتصلوا بيهم، ده في الاهلي، الكلام ده في الاهلي، تمام. بنك مصر زي ما قلنا مرحلتين انجلش واي كيو، بعد كده ان شاء الله لو عديت هيتصلوا بيك ويقولوا لك تعالى عندك انترفيو، تمام. طيب نظام الامتحان ازاي؟ الاول امتحان هو الانجليش زي الزراعي قلنا بالظبط، ادخلوا على الفيديوز اللي في القناه وتابعوا، بس ما ياريت ما حدش يتابع كده الفيديوهات ورا بعض، يعني تابعوا تركزوا في الفيديو يعني، تمام. بالنسبه يعني ايه، يعني قسموا الوقت، مش كله انجليش على طول ومش كله اي كيو على طول، خدوا فيديو كده وفيديو كده، فيديو انجليش ومره فيديو اي كيو، عشان يعني ايه، عشان الوقت، تمام، وتدربوا كويس وما تملوش من حاجه. اللي هيقول الفايل مختصر جدا، وفي حاجات مش هتفهموها هنا في القناه، في اكتر يعني في حاجات ما جاتش مش موجودة اصلا في الفايل، بس موجودة في القناة، تمام، قطع كتير موجودة هنا في القناة، ركزوا عليها يا جماعة ضروري. بالنسبة للاي كيو هيكون نوميريكال وفيربال زي الاهلي يا جماعة، يعني انتوا كده بتتابعوا فيديوهات الاهلي كأنكم بتتدربوا للاهلي وبتذاكروا لمصر، لما يبعت لكم فيما بعد الاهلي، فانتوا حتى لو دخلتوا على الفيديوهات تاني مره تانية هتكونوا مجهزين نفسكم، تمام. انا عايزه بس من الناس كده تركز في حاجه واحده، انا هجمع لكم طبعا، هتقولوا في قنوات بتنزل نوميريكال وفيربل وهنتابع معاها، ما تخافوش، اي حاجه للنوميريكال والفيربل بره هنا هتكون يعني في قنوات تانية في اي مكان عموما هنزلها لكم هنا، محدش يقلق خالص، يعني انتوا كده في امان، بتتابعوا قناه واحده. الانترفيوهات برضو هنزل، ناس سالتني عن بنك كيو ام بي هنزل له برضو، بس اهم دلوقتي عندي مصر والقاهره. كيو ام بي لسه بينزل وظايف، ما بعتش لناس قوي، يعني هو بعت من فتره وبطل دلوقتي منزل شغل، تمام، فلسه يعني ان شاء الله ههتم دلوقتي ببنك مصر بنك مصر والاهلي. القاهره هنزل لكم برضو، ليه القاهره مهم جدا برضو عشان نظام الاي كيو صعب، يعني هو يعتبر كده الاي كيو كان في الزراعي بس اللي سهل، تمام. بدا البنكي يعني هو كان مع الكل سهل، بس المعهد المصرفي بدا يشدد وبدات الامتحانات البنكي يغير نظام الامتحان بتاعه في الاي كيو يصعب اكتر، تمام. متقلقوش يا جماعه، زي ما قلت لكم دوسوا لايك، واي حد عنده امتحان يقول لي مثلا سرعي نزلي يكتب في الكومنتات، واي حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، تمام. انا مسرعه في الكلام عشان الحق انزل لكم باقي الماتيريال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.